الشعب ولد القنصل لهنا احضي ولادكم ارى ولد القنصل ولد بوطاهر دار العمليه اللي صافت القنابل لبروكسل في 22 مارس 2016 ولاو بغاو يشوهوا المغاربه بغاو يردونا ارهابيين هاد فرعون السادس هاد المطبع مع الصهاينه العمليه الارهابيه ديال 22 مارس 2016 ولد بوطاهر محمد امين هو اللي كان يعطي الباسبورات ديال المغرب الارهابيين باش يمشيو لسوريا والعراق اللي كيمشيو مع الدواعش ضيعوا الاولاد ديالنا في البحر وضيعوا الاولاد ديالنا هنايا تابعينهم بهاد الدعشاشه وهاد الضغط اللي كيديروا على المساجد حنا مسلمين بصح هاد الاسلام هذا ماشي اسلام هذا اللي كيضيعوا الشباب ديالنا هذه هي الميساج اللي كنقولوا لهم لهاد الدوله الفاسده دولة قالت إمارات المؤمنين إمارات المؤمنين كانوا الناس كيغرقوا في البحر كيترموا في البحر إمارات المؤمنين عنده القصورة 12 قصر الإرهابي فرعون السادس ما كان لا أمين المؤمنين لا والو حنا يا ما كنركعوش نركعوا الله تعالى عاش الشعب وعاش عاش 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 يا سادس ويا خسيس يا عميل الفرنسيس هيا ارحل يا خسيس هيا ارحل يا خسيس يا سادس ويا جبان شعب الريف لا يهان هيا ارحل يا جبان هيا ارحل يا جبان يا القنصل بلغ سيدك يا القنصل بلغ سيدك يا القنصل بلغ سيدك يا القنصل بلغ سيدك لا احرار ماشي عبيدك لا احرار ماشي عبيدك يا القنصل الا انت يا كتركع لمحمد السادس حنا كنركعوا الله تعالى كل شيء البرلماني كيوصلوا عند فرعون السادس يهبطوا 180 درجة الشرك الأكبر البلاد اللي داير فرعون السادس السياحة الجنسية الأولى في العالم معروفة حنا كنقولوا له الصلاحية انتهت انتهت ديال هذا فرعون السادس كاين اللي يقول لك راكو غي زوج بكم راهم غي كيهضروا راهم غي يديروا حنا نقولوا يمكن حنا ما نقدروش ولكن الله تعالى قادر على كل شيء الله تعالى قادر على كلش على هاد الجبار هاد الجباروت ديال هاد فرعون السادس وهاد الارهابيين هاد القناصله اللي بغاو يشوهوا ولاو يقولوا لنا حنا ولينا كنشوفوا العنصريه هنايا في اهل الكتاب بهم هما بهذا المسخ هذا تاع الارهاب اللي ضيعونا وضيعوا الشباب ديالنا الناس ماتت عينا بهاد الحكم عينا بهاد الحكم الفاسد من تدخل المحكمه واش تا كاين في المحكمة باسم جلالة الملك؟ فين راها بسم الله الرحمن الرحيم؟ فين راها يا أعداء الله؟ عادي تحاسبوا كل واحد يتحاسب يوم الدين، كل واحد وذوك الملاير الله ما يسلكوه، لو كان سلكوه، لو كان سلكوه الحسن الثاني، لو كان السفاح واش دا معاه شي فرنك في الجيب؟ ما دا معاه والو، دا معاه واحد الكفن أبيض، دوك الملاير واش ينفعوهم؟ هاد القصورة، خذ الملك شارية في انجلترا واحد القصر ب 11 مليار وحنا يا الشعب المغربي يموت في البحر حنا رايان رايان في وسط البير ويتفرج فيه فرعون السادس كيتفرج فيه فرعون السادس عنده الماشينات باش يجبد الفوسفات وولد الشعب ما يجبدوش ولد الشعب ما يجبدوش علاش هاد الشيء هذا يقول لك الامير ديال المؤمنين كل شيء راكو ضايعين 15 مليون مغربي خرج من المغرب علاش بالفقر بالجوع بمشي ميت في البحر وهنايا وتابعينا هنايا بهاد الأئمة ديال الكفر لا إيمان لهم هذه هي الكلمة اللي كنقولوها لكم ماروكو ديكتاتور ماروكو ديكتاتور ماروكو منير قصدي مانسن اير دي بوطاهر دي كونسول زينزون هاب انس هاب اكسبلوزيف هيليفرت
They lived in Brussels, the Anschlag in Brussels, 2016. We zijn vandaag hier voor herdenking. Herdenking van 2016, 22 maart. Wat is gebeurd die dag? Dat is 21 maart is beheerland. 22 maart was aanslag in Brussel. Gewoon mensen die wel vertrokken in vakantie naar ander land. Wat is gebeurd? Die zoon van de consul Botager heeft explosief geleverd. Explosief geleverd in Zaventem, in Jood Museum. We willen de moe gestopt zijn. We willen samenleven. Gelijk welke kleur, gelijk welke afkomst. Terror stoppen en radicaliseren. De consulaat in ambassade is bekend. Geven invloed op moskeeën, op onze kinderen. We willen duidelijk zijn, we willen samenleven. Wat hebben die mensen verkeerd gedaan? الزول السلام عليكم ايثمات سويثمات ستم ان شاء الله هتفا اقاكنيو مليح عميش توارم نوز دانيتا انبد انقاب الديوانيتين واسم قيبو الاعلام وقيت مفاجأة نغصود فا اي دبلوماسية يا اوفيثار نوز دانتكار بخصوص ومقان ابو طاهر سميس العمليات الارهابية نخت فجيراتي قادي 22 مارس 2016 نشتين نوز دانيتا أسن سيو التبرتا أن سيو الشعب بالخصوص ده الشعب هولندي باللي نشين كإيريفيين نشين دي جنس الشعب سلمي وان تعترف بوس العنف كان غذي دي العنف باللي إنا دبلوماسية ثانيتا تست الخدم المصالح الفرعون والستانيغ والنيوم قان أمير المؤمنين بين قوسين يا ثمات سويتما يعني لقفاية ثانيتا واسم جيبو الإعلام قست مفاجأة ثانيتا أمش زريم عامني يعذان نوز ذانيتان قد خلد ذكرية ثانيتا الإرهابية إي تغذي ستورت ميسن أبو طهروانيتا ومقال أمين قسنت عامني يعذان ذانيتين نوسد ذانيتا سنتنق نشين نتق مسائل قانونية ماشي ضد العنف وإلى آخره ولهذا يثمت سوثما مش توارم البوليس الحماية مش توارم ذانيتا قسوارم أكو مثلا عيسى ما يمي التسن ذانيتا البوليس ما يمي السنن إلا إناضي إرهابيين ما يمي هجمد خان غيجو معك ديج الوقفة ذي أوتريخت وسين جين استخدمن العنف يعني دبلوماسية هنا نغميز يحزم محمد ستة يحزم سلبلطاجية ولهذا مرة توارم ذي هانيتا يثما سويثما وسند البوليس أذن قل الحماية والبلدية ديمبوس ترحب الزينغ فناش مرحبا بكم غاث مدينة النغ ديمبوس تابش تسمى يثمات سويثمان شتاني تقاختي داني تذي المباشير والبوليس كوشي تتبع منايا نسن الشين من قرية يثمات سويثمان ها قوم وذا بوليسي بلا ما تفيلميش واه خويا هذا كما كتشوفوا اللي جا عندنا هادو البوليس نتاع هاد الجهه انا قال لك عندكم الحق في هاد الشيء هذا اللي كديروه حنايا كنديروا هاد الوقفه هادي ضد هاد النظام الديكتاتوري نتاع فرعون السادس ورانا جايين لهنا واحد الميساج نوصلو لكم جديد القنصل ديال هنا والاخبار العام اللي فات درنا هاد الرايه هادي في بلاصه ديك الرايه ديال عشاء الشعب قال لهم القنصل راه ممنوع يقربوا القنصليه راهم في الحبس ها رانا هنايا بالرايه ديال عاش الشعب الشعب في القلب ديالنا اللي كيموت في البحر في القلب ديالنا ها هما الكذابه والمنافقين الباسبور ب 80 يورو ما يديكش حتى لسبته ومليليه يكذبوا على عباد الله النهايه ديال هاد الديكتاتوريه الفاشيه مهم الاخوان الكلمه اللي نوصلوا لكم ديال هاد الكذابه ديال هاد القنصل وهاد الاخبار وهاد اللي قال لك راه حنا ممنوع نقربوا القنصليه العام اللي فات هنا طيحنا الرايه طيحنا الرايه ديال اليوتيوب ودرنا الرايه ديال عاش الشعب ها هي الرايه اللي درنا ديال عاش الشعب
مين درناها؟ قال لك اودي راه ممنوع يقربوا، راهم في الحبس راه ممنوع، ها رانا هنا عند الباب. يخرج هذا القنصل ويفهم عباد الله هذا الايران، يقول هذا الشيء ماشي بالصح. تعرفوا تكذبوا على عباد الله، المواجهه ما كايناش، رانا زوج بينها ما كاينش، يلا خرجوا. ولكن عارفين باللي ريافه الا جيت انت يا قست واحد ريفي كيخرجوا لك غدا 100 واحد، وراكو شفتوا العربون في القنصليه. هذا الشيء درناه هنا باش نجيو نثبتوا لعباد الله، لهاد الناس هادو اللي يقول لك اولا الذكرى ديال هاد الناس 22 مارس واش تدار هاد ولد القنصل، وفي نفس الوقت نقولهم باللي كتكذبوا على الناس، تقولوا لهم باللي ممنوع حنا نقربوا القنصليه، ها رانا عند الباب ديالكم، ها راكو عيش 6 ولا 7 كيتفرجوا تما عند الباب. ولكن ما لا حياه لمن تنادي، هذوك اللي عند الباب والله ما على بالنا، حنا بالنا بهذوك اللي ركعوا الفرعون السادس تما الفوق، هذوك الشمايت حشاكم، هاد الكلاب الضاله، هادو اللي كيكذبوا على عباد الله. الساعه ديالهم وصلت، هذه هي كنقول لكم، والعز لكم الاخوان اللي حضروا معنا في القنصليه قبل، راه هذيك واحد الوقفه تاريخيه، الوقفه تاريخيه. وخوتنا اللي راهم في الحباسات راه ما كنساوكمش، ان شاء الله راه نكملوا بهذه القنصليه، جايه الطريق ديال القنصليه نتاع السفاره، اكبر سفاره في العالم نتاع برلين، راه وصل الدوسي ديالها، عادي تشوفوه في الايام المقبله. حنا ما عاديش نحبسوا، راه حنا في الشارع، رانا في الكوميساريات، رانا في المحاكم معاكم الى 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 حتى تخرج هذه النفس هذه. هذه الرسالة اللي كنقولوها لكم، هاهما كلي متحزم بالظلم، والله ويجيو معاه 1000 واحد، والله ما يحرك شعرة في الكلمة ديال الحق، لحقاش كل ما مبني على الظلم فهو ظلم، هذه راه حقيقة. واخا يكون 1000000 واحد واقف، ما عنده ما يدي بالكلمة ديال الحق، علاش ضعيف؟ ضعيف باش ضعيف بالكذوب، بالنفاق، بالركوع لغير الله، هذه هي الراية. حنا كنقولوا عاش الشعب ولا عاش من خانه، عاش الشعب ولا عاش من خانه. اش كما فين واقفين؟ ها كريم ندير واحد وقفه ندير مينوت ستال. اش كما اريد ان ديكيك فيا لايف ومانس دي هيريس ويبل ان مينوت ستال دون اي مينوت ستال فور دي انسلاخ فور دي توين دارتيك مانسن خلاص مانسن والميدون فور ان مينوت ستال تاشت بليف فور دي توين دارتيك مانسن 3 2 1